شايفين قوامه؟ هلا ما تنسوا انه فيه جيلو، اول ما تحطوه بالثلاجه رح يجمد، فانا بدي اياه بهذا القوام. احنا ما بدنا شيء زي التشيز كيك، بدنا شيء زي الموس، فلازم يكون شوي نوعا ما قوامه كريمي ولكن كثيف. الشيء الاول انه الكريمه لازم تكون كثير بارده لما نخفقها، تمام؟ فرح نحط هون الكريمه، كوبين من الكريمه، طبعا اكيد مستخدمين كريمه المراعي، اذا كوبين من الكريمه. على فكرة أنا من أول الحلقة واقعة السماعة. أحسن. وأظن هذا أحسن إشي صار معي اليوم. طيب، أوكي، هي خلصنا من الكريمة، إذا كوبين من الكريمة. هلا هون التوت، أنا مستخدمة أكيد الرازبري، إذا حبيتوا تعملوها بالفراولة رح تتبعوا نفس الخطوات اللي عم بعملها بالضبط، وتحولوا الفواكه، بتقدروا تعملوها بالمانجا نفس الطريقة، تمام؟ هلا أنا بدي أهرسهم. وبعدين بدي اضيف لهم لبن، فرح يصير عندنا لبن بنكهه التوت. صراحه شركه المراعي عندهم هذا اللبن بس له فتره مش موجود، فعشان هيك انا كان بدي اياه، فعشان هيك قررت اعمله من اللبن العادي. هلا اذا توت راح اضيف عليه، سوري، راح اضيف عليه اللبن، وهيك بصير عندنا لبن بنكهه التوت. اكيد تقدروا تضيفوا له شويه عسل تحلوه فيه وتاكلوه هيك كوجبه، كثير كمان طيب للي ما بده سكر والاشياء اللي رح نعملها هلا والدسم، تمام؟ شوفوا ما احلى لونه. هلا هذا الخليط رح ندخله لوصفتنا اكيد، ولكن شو بدنا نعمل اول شيء؟ اول شيء يا يزيد بدي اخفق الكريمه حتى يتضاعف حجمها معي. في عندكم خيارين، انا كاتبت لكم سكر بس هو صراحه اذا بدكم تنفش اسرع وتعطيكم قوام افضل رح احط لها الكريمه الباودر، اوكي؟ بتيجي كريمه بالباكيتات. وبرضه هون عندي باكيتين من الجيلو، اوكي، باكيتين من الجيلو رح احط عليهم شويه مي سخنه وادوب الجيلو فيهم. طبعا الجيلو اللي انا جايبته بنكهه ايش؟ التوت. بنكهه التوت، يعني اذا انتم ماشيين على فواكه مثلا على الفراوله جيبوه بنكهه الفراوله وهكذا. هلا بدنا نحركهم شوي مع بعض. فاذا هون عملنا خليط من اللبن والتوت، هون عملت جيلو مدوب بمي سخنه حتى يدوب معنا وبعدين بنضيفه بعد ما يبرد شوي، وهون عندي الكريمه البارده اللي راح اضيف لها الكريمه الباودر. فاذا كوبين كريمه مع كريمه باودر، وهلا راح نخفقهم ونطبق الوصفه على بعض. فاذا بدك تاخذ شويه تعليقات يزيدوا، يا يزيد نقيم هاي بس بدي اشيل هاي واحط هاي الوصفه لعيونك. يلا هيك تمام. فاذا قد ايه الموضوع بسيط، صفى عندنا بس خليط الكريمه مع الكريمه الباودر، خليط الجيلو، وخليط التوت اللي هرسناه مع اللبن. إضافة اللبن للموس عادة إجمالاً وصفات الموس ما بنضيف لها لبن زبادي معظمها يعني، فكتير بتعطيها قوام على حموضة شوي وأطيب. شايفين بلش يتضاعف حجم الكريمة، رح أضيف الجيلو اللي تبرد، كتير ضروري يكون تبرد معنا، يعني ما تضيفه أبداً وميته سخنة. ورح أضيف اللبن وأرجع أخفق شوي صغيرة. يزيد الله بعينكم علي اليوم. يلا طب يا جماعة شايفين قوامه؟ هلأ ما تنسوا إنه فيه جيلو، اول ما تحطوه بالثلاجه رح يجمد، فانا بدي اياه بهذا القوام. احنا ما بدنا شيء زي التشيز كيك، بدنا شيء زي الموس، فلازم يكون شوي نوعا ما قوامه كريمي ولكن كثيف، فهيك اللي بدنا اياه تقريبا. خليني افرشيكم بس ننظف طرف الكاسه، اوكي، ومفروض يجمد شوي بعدين بنزينه بالكريمه، بس انا رح اضطر ازينه راسا حتى افرجيكم الشكل النهائي. احنا هلا رح نمسك هذا البسكوت الليدي فينجرز، انا طبعا بالكبير اللي عملته للعرض حاطة طبقة من تحت بعدين الموس وبعدين مزينة فيه. هلا لا بس رح اعمل هيك اشي حتى نعطيه منظر حلو، بس ما رح نسكره تماما. فانتوا بتقدروا تضيفوا البسكوت، تقدروا ما تضيفوا، هذا اختياري طبعا، بس بيعطي هيك غنى لانه بتشتش هذا نوعه. طبعا معروف انه بسكوت الليدي فينجر هو كيك اسفنجي، فهو رح يعطيه قوام كتير لذيذ. هلا طبعا هي لو اجمد بتكون اسهل في التزيين، ولكن عشان السرعة وعشان نفرشيكم كل الخطوات، هاي كريمة مخفوقة زي اللي خفقناها بالضبط. نقدر نحط هون حبة توت، بيوتيفل، حبة توت على الفرازة بعدين التوت اللي جاي. ولا ولا شوية نعناع حتى هيك نعطيه برضه شكل حلو. خلينا نشوف واحدة مش دبلانة كتير. موس التوت الأحمر، بدنا بسكوت ليدي فينجر، بدنا كوبين من الكريمة، شوية سكر، بدنا لبن، بدنا كمان رازبري أو توت طازج، بالإضافة ل 2 باكيت من الجيلو بنكهة التوت، وشوية مي سخنة لتدويب الجيلو والمزيد من الفراولة والكريمة للتزيين.